عندنا 600 جرام من اللحمة المفرومة، عندنا كمان بصلة مفرومة، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، بيضة وملح وفلفل اسود. دي خلطة اللحمة. بالنسبة لحشوة البيض هتكون عبارة عن 2 بيضة مسلوقة، نص كوباية من الشبت المفروم، نص كوباية من البقدونس المفروم، كوباية جبنة شيدر مبشورة، و50 جرام من الزبدة. انا عندي هنا المكونات نص مقدار عشان بس ما تستغربوش من الكميات، هي نص مقدار. وللتغليف هنحتاج 2 كوباية من الدقيق، و2 كوباية من الكريسبي المقرمش ده، 1 كوباية بقسماط مطحون، و2 معلقة كبيرة حليب، بيضة وملح وفلفل اسود وزيت للقلي، زيت غزير للقلي. ويلا بينا نبدا شغل. هنبدا اول حاجه بان احنا نحضر خلطه الكفته، وما دام هشتغل بايدي انتوا عارفين لازم اقلع كل الحاجات اللي انا لابساها. فايه بعد اذنكم ثواني اقلعهم، والساعه كمان. يلا بينا هنجيب طبق نحضر فيه خلطة اللحمة، ونلبس جوانتي عشان هنعجن بإيدينا. وبالمرة نجيب معانا سباتشولا أو أي حاجة عشان لو احتاجناها تبقى موجودة معانا. يلا بينا خلطة اللحمة. ادي اللحمة المفرومة، وادي البصلة، وادي الثوم، البيضة، طبعا ملح وفلفل اسود، وهنبدأ بإيدينا نخلط كل المكونات دي تتجانس تماما. أنا بحب أدي رشة بقسماط بس احتياط كده، لو لقيت الدنيا ايه فيها سوائل كتير، لو ما لقيتش خلاص. الخلطة كده جاهزة، تماسكها عاجبني، متجانسة تماما وزي الفل. اقدر ابدأ اشتغل دلوقتي في الحشوة اهي، ملمسها كده لطيف، وشوية البقسماط اللي رشتهم زبطولي المية اللي كانت زيادة اللي انا قلقت، يعني تقطيع عشوائي شوية كده. ما تشغلوش نفسكم تقطعوا كتير، يعني احنا هنهرس كله دلوقتي مع بعض، وانا بس بسهل العملية. تمام. الزبدة، الجبنة الشيدر، البقدونس، الشبت، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. وبإيدي كده هخلط كل حاجة مع بعضيها لحد ما الاقيها زي العجينة. ممكن تعملوا ده بهراسة ممكن بايديكوا، وانا يعني ايه استسهلت واشتغلت بايدي على طول. هتلاحظوا ان الخليط بقى ماسك في بعضه، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. طيب لما الخليط يمسك في بعضه هنعمل ايه؟ هناخده دلوقتي ونيجي هنا كده عند البلانشة دي ونبدأ نشكل فيه. هناخد حتت كده
والحتت دي هنشكلها صوابع. كده بالمنظر ده كل الكمية صوابع متوسطة الحجم مش لازم طبعا بحنتفة زيادة، بس كده بالهداوة. يعني الصوابع دي احنا بنعملها علشان هناخدها، بس لسه هنجمدها بقى. هناخد حتة اللحمة دي كده ونحط صباع من دول جواها ونبدأ نقفل عليها. هنعمل كده، بس بنعمل كده بحشوة احنا مجمدينها علشان تدينا نتيجة اثبت، والزبدة تبقى سايحة جوه الكفتة كده واحنا بنقطع، وتبقى احلى. الصوابع اللي احنا عملناها دي، الخلطة اللي بالزبدة والبيض والخضرة، بناخدها نجمدها في الفريزر. بنجمدها في الفرن، حطها في صينية عشان تدخل تتجمد في الفريزر. بنجمدها ليه؟ علشان تبقى سهلة علينا في الشغل. انا باخد قطعة لحمة كده على ايدي دي بقى، انا مجمداها من قبل الهوا، باخد منها واحد بحطه هنا وببدأ اقفل اللحمه عليها. طبعا عشان مجمده انا مش قلقانه انها هتتفعص او تسيح او يحصل اي حاجه، بشتغل براحتي وانا مطمنه، وده الهدف طبعا من ان احنا نجمدها. نشكل صوابع، يعني ايه كلبوزه؟ مش قوي، نص نص. لحد ما تبقى بالشكل ده. نعمل كمان، اهم حاجة تاخدوا حتة اللحمة على ايديكوا كده، ادوها عجنة بسيطة وفردة، وخدوا حتة الحشوة اهي في وسطها، ونبدأ نقفل اللحمة عليها كده اهو من كل الاتجاهات لحد ما تبقى مش باينه خالص ومتغلفه تماما باللحمه. نبدا بقى نسوي الشكل. وممكن طبعا لو عايزين تسووها قوي يعني تدهنوا ايديكم شويه ميه او زيت، بس انا ما شفتش ان هي محتاجه يعني. بس تمام. هنبدا نشكل دلوقتي الكفتة دي بالبيض والبقسماط. هنجهز بقى الأطباق اللي هنشتغل فيها. عندنا طبق للبقسماط، أنا هحطه كريسبي، لقيته خشن قوي طحنته شوية وعليه شوية بقسماط. هو المفروض فيه بيض مش كده؟ طيب أوكي. وهناخد رشة من الملح على البقسماط ده، ورشة من الفلفل. هنا عندي دقيق، هعمل كده بالظبط. وهنا عندي بيض بشوية لبن. ادي البيضة وادي شوية لبن. هضرب البيض واخلط البقسماط ده. ونيجي هنا على البيضة. نديها بس رشة ملح وفلفل صغنطوطة خالص عشان زفرة البيض.
بس تمام جدا. ونبدأ نشتغل دقيق بيض بقسماط، الترتيب اللي انتوا عارفينه كلنا عارفينه. يلا بينا. الدقيق اول حاجة، الكفتة بنعملها اهو بالدقيق، ومن الدقيق هننزلها في البيض، نلفها فيه كده تتغلف كويس. على البقسماط نتأكد ان كل حتة طالها البيض، عشان لو ما طالهاش البيض مش هيمسك عليها البقسماط طبيعي. تمام. ونيجي بعد كده على البقسماط، زي الفل، نغلف كويس جدا ويبقى عندنا صوابع بالشكل ده. نكمل. وتعالوا نحمر مع بعض دلوقتي، اخر واحدة اهي. اهم حاجة بس تأكدوا انها كلها اتغلفت بالبقسماط عشان الحشوة تفضل جوه ما يتروحش في اي حتة. تمام. نيجي بقى للزيت. الزيت طبعا يكون غزير وسخن، انا هختبره بحتة كريسبي كده. سخن كفاية. يلا بينا. هننزل في الزيت بهدوء خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بالراحة كده نقلب على كل الجوانب. نديها فرصة تاخد لون، وهقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. حاضر، استنى بس نطلعها عشان نحكي لهم هيحصل فيها ايه، لان هي لسه هيحصل فيها حاجة. شايفين عمالة تتحمر وعايزينها تاخد لون لطيف كده، والتحمير ده مش هيكون كافي الحقيقة للسوى. هنلاقي اللحمة المفرومة لسه ما استوتش، فهنعالج ده ازاي؟ هنقوم اخدينها على صينية ومدخلينها الفرن. لا مش تنشف ولا حاجة، احنا هنديها 10 دقايق، مفيش اكتر من كده. يلا بينا هنطلعهم باللون الحلو ده. وناخدهم بس ينزلوا شوية من الزيت، وهنرصها على صاج وندخلها الفرن 10 5 دقايق كمان. اللحمة المفرومة تكمل كله. وتعالوا اوريكم، انا خدتهم على صينية ودخلتهم الفرن نار كده 200 180 يكملوا بس ايه سوا. بقلب على الناحية التانية عشان اضمن ان السوا متكافئ، وانا عاملة الحرارة من تحت بس عشان ما ياخدوش لون زيادة عن اللي هم خدوه. 5 دقايق كمان، 5 على الوش ده، 5 على الوش ده تكون استوت ان شاء الله. دي الكفتة اللي حشيناها
بخلطه البيض، هنيجي بقى نرصها، وهقطع لكم منها واوريكم هي من جوه عامله ازاي. جميله جميله جميله، من اجمل الوصفات. ما اول ما سمعت عنها استغربتها كده، بعدين لما تخيلت الطعم قلت لا ده دي هتبقى فظيعه، يعني فظيعه فظيعه. ومع التجربه بقى اثبتت ان هي 60 فظيعه، مش فظيعه واحده بس. دايما بحب يعني الواحد يبقى عنده تقبل للافكار الجديده، حتى لو هيجربها بكميه بسيطه، بس يديها يعني حق التجربه. مش ممكن تظبط وتعجبنا؟ تعالوا كده نشوف. بصوا منظر الطبق اصلا يجنن ازاي، وهمي. تعالوا نشوفها. عايزه انا سايبه حبه. تعالوا كده ناخد من اللي احنا عاملينهم على الهوا، نفتح نشوف من جوه عامله ازاي. خليط البيض جوسي ومزبط طبعا، عشان حاطين له زبده، وفي جبنه كمان سايحه طبعا مستويه زي الفل، والكفته اهي مستويه عشان محدش يقلق. الحبه اللي بندخلهم الفرن بتسوي الكفته تمام جدا، وحتى شكلها وهي متقطعه يفتح النفس فعلا. تعالوا كده نحط المتقطعين دول على الوش هنا. يلا عشان تبقوا شفتوها متقطعة ومقفولة. لما تيجوا تقدموها انتوا بقى في عزومة كده ولا حاجة، قدموها متقطعة عشان شكلها بيبقى جذاب اكتر بكتير يعني. وحاجة مهمة جدا، دي من الوصفات اللي لما نعملها ونشيلها في الفريزر تقعد حلوة قوي، كفتة عادي جدا. فبالعكس يعني تريحنا بقى وتبقى جاهزة لأي وقت احنا محتاجينه، مفيش مشكلة.